تشاد والسودان تعززا علاقات التعاون في مجال التكنولوجيا الحديثة والاتصالات، وذلك عبر التوقيع على اتفاقية استخدام الألياف الضوئية القادمة من مدينة أدري وحتى مدينة أنجمينا. الاتفاقية وقعت بين وزارة البوسطة والتكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال ممثلة في الوزيرة دونالوجي أليكس نيامباي والمدير العام لشركة سودا تشاد للاتصال خالد محمد الحسن الحاج. هذا العقد الذي يضمن جماهير مواطني دولة تشاد توفر خدمات النت، كان كل ذلك تم برعاية وعناية فخامة السيد الرئيس إدريس ديبي. هذا المشروع حقيقة يدل على عبقرية الحكومة الشعبية في تبنيه، لأنه سيكون المشروع الأول الذي يربط بين شرق إفريقيا وغرب إفريقيا. عدة مشاريع ربطت بين الشمال والجنوب، ولكن هذا المشروع سيجعل دولة تشاد هي مركز لكل اتصالات النت في إفريقيا. وزيرة البوسطة والتكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال دونولوجي أليكس نيامباي خلال المناسبة أشارت إلى أن استخدام الألياف الضوئية سيساعد البلاد والشعب التشادي في سهولة الوصول للإنترنت، وذلك بسرعة تناقل البيانات بأقل التكاليف، مما يساعد الشباب التشادي على المواكبة وتأسيس العمل. مناسبة التوقيع على الاتفاقية كانت بحضور شركاء الوزارة وكل من المدير العام لسلطة تنظيم الاتصالات حجر بشر سليم والمدير العام لوكالة تطوير التكنولوجيا والإعلام والاتصال آدم جمعة صابون ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتكنولوجيا الحديثة والاتصال علي عبد الله إبراهيم.